بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين. وبيت المصريين دايما شعارنا هو لكل المصريين. في البداية أحب أتوجه بالتهنئة إلى كل شعب مصر والعالم الإسلامي بعيد النصر، وإلى رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، وإلى كل الأمة ومرور 47 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وكل عام وحضراتكم بألف خير. النهاردة معانا هنتكلم في الفقرة الأولى من برنامج بيت المصريين عن موضوع مهم جدا بيشغل كل الأمهات اللي عندها أطفال، وهو موضوع التأخر اللغوي عند الأطفال وتأخر في الكلام. معانا النهاردة الدكتورة عبير محمد رضا، اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا بك يا حبيبتي، اهلا بك. هنتكلم عن الموضوع. دكتوره عبير اخصائيه التخاطب الحاصله على دبلومه التخاطب من جامعه عين شمس، نورتينا حضرتك في بيت المصريين. نورك يا حبيبتي. في البدايه حضرتك يا ريت تعرفينا وتوضحي للساده المشاهدين السن اللي يبدا يتكلم عنده الطفل. السن اللي بيبدا يتكلم عنده الطفل من 9 شهور لسنة، هو بيكون في فروق فردية. يعني في ممكن طفل يبتدي يتكلم من 9 شهور أول كلمة، في طفل يتكلم 12 شهر، بس المسافة دي يعني كويسة من 9 شهور لسنة. تمام. ما هي مراحل الكلام عند الأطفال؟ مراحل الكلام عند الأطفال لازم الأم تكون عارفاها كويس عشان هي تكون عارفة ابنها كده متأخر ولا لأ. اول حاجه خالص هنبتدي من الصرخه الاولى للطفل لما يبتدي ان هو يتولد، لازم الصرخه الاولى دي الطفل يعملها، لان لو هو اتاخر فيها بيكون بيؤدي لمشاكل كتير جدا، ممكن اصلا يؤدي الى ان الطفل ده يكون عنده تاخر عقلي، تخلف عقلي، يكون عنده شلل دماغي. لان هو بيحصل ان الصرخه الاولى دي بياخد النفس الاول، فالنفس ده بيخلي خلايا المخ تاخد اكسجين كويس فتشتغل كلها، لكن لو ادى الى نقص الاكسجين هيؤدي الى طبعا مشاكل كتير جدا احنا مش عاوزينها. فدي اهم حاجه نبتدي من الصرخه الاولى. بعد كده هي بقى من 3 شهور هتلاقيه ان هو ابتدى يبص لها، ابتدى يتفاعل معاها. يعني ده معناه اللي ما بيصرخش في الصرخه الاولى ده ان في حاجه؟ طبعا او ده معناه ان في حاجه. طبعا ده معناه ان في مشكله كبيره، ان الطفل ده هيحصل فيه شلل دماغي، إعاقة عقلية، أي حاجة مش كويسة. لا، حسب بقى قعد قد إيه ما نقص الأكسجين على ما خدت الصرخة الأولى. إيه اللي اتضرب بالظبط في خلايا المخ؟ تمام. حسب إيه؟ أصاب الحركي، أصاب اللغة، أنهي اللي اتضرب بالظبط؟ يعني نهتم ونشوف طبعا الحكاية. الدكتور اللي بيكون بيولدها هو اللي بيكون بيركز في حاجة زي كده، بس عموما لو اتأخر بتبقى بتأدي إلى مشاكل كبيرة. بعد كده بنبتدي اول حاجه في اللغه من 6 شهور كده اسمها شهور المناغاه، اللي هو الطفل اللي بيناغي. دي المرحله لازم تتم، لازم الطفل يناغي علشان كده يدل ان هو يطلع لغه في عمره الطبيعي اللي هو من 9 شهور لسنه. هيبتدي يطلع كلام. لو الطفل ما ناغاش احنا نبتدي نقلق، لانه هيتاخر، يعني اكيد هيتاخر لو هو ما يبقى في استجابه. يعني لازم المناغاه دي بتدل ان ابتدى يطلع بقى اصوات. طلع اصوات، ان انا ابتدي ان انا اصوات تطلع مني، ان انا اتكلم. تمام. بعدين من عمر 9 شهور لسنه نبتدي بقى نطلع اول كلمات مفرده اللي هي مرحله الكلمه الواحده. ابتدي اول حاجه بقول اي طفل بيبتدي بالاسهل له، بابا. طبعا في امهات كتير تزعل بقى من تقول لك قال بابا، اي البابا ما قالش ماما. هي الحقيقه الموضوع ملوش علاقه بان هو قال بابا، هي اسهل، الاسهل في النطق. هو الاسهل الباب باب ده بالنسبه له صوت اسهل من صوت الميم. فهو بينطقه عشان كده بحرف حتى في البدايه. باب بينطقها الاول عشان كده. بعد كده ابتدي بقى يقول كلمات مفرده كتير بتزيد، بابا، ماما، تيتا، جدو، باي. ابتدي بقى بالتدريج. بالتدريج. اكل، مام، الحاجات دي. ابتدي بقى كلمات مفرده كتير لحد ما ننتقل لعمر السنتين. نقول جمله من كلمتين. عمر 3 سنين 3 كلمات، 4 سنين يبتدي يقول لي بقى جمله طويله من 4 و5 كلمات، ويبتدي يذكر لي حدث ما حصل مثلا معاه في الحضانه، مثلا الولد اكل الشيبسي، يجي ويحكي لمامته حدث.
ابتدي بقى عمر 5 سنين يحكي بقى سرد قصه، يسرد لي قصه كامله، يبداوا الرغي بقى. ايوه، واحداث متتاليه كتيره بالظبط. بيكون عنده القدره بقى خلاص ان هو نحو الكلام والضمائر وكل اللغه ابتدت تكتمل من 6 ل7 سنين، وبتستمر معاه على طول بعد كده. على طول بقى من 6 ل7 سنين مرحله الرغي دي تستمر على طول. طبعا احنا احنا بنتمنى ان الطفل عشان نعرف انها حاله طبيعيه دي. لا ده احنا بنتمنى، ده امتنا زمان بقى. طيب حضرتك، هل هناك في اعراض او علامات بتدل على تاخر الكلام عند الاطفال؟ ايوه، في علامات بتدل على دون، زي ما قلت لك مثلا لو ما عملش مرحله المناغاه. احنا كده هبتدي ان انا اقلق، يعني ليه الطفل ما نغاش، ليه ما عملش الاصوات الطبيعيه اللي كل طفل المفروض يعملها. في امهات ما بتاخدش بالها من الكلام ده للاسف، بتبقى الطفل الاول وما عندهاش خبره، فدايما بتبقى مش عارفه ده صح، ايه المفروض يحصل. هي المفروض تبقى عارفه ده او قاريه فيه قبل ما تبتدي اصلا تجيب طفل او كده. مثلا وصل لعمره الطبيعي، انا عندي مثلا 2 سنين ما بقولش كلمات خالص، ما بتكلمش. تمام. فده الحاجات دي تدل ان في، لا في تاخر ابتدي ان انا يعني. من امتى ابدا اقلق؟ يعني احنا مثلا لو اتاخرت، الطفل اتاخر عن عمره اللغوي 6 شهور ابتدي اقلق. ويعني احنا بنقول ندي مسافه من لحد مثلا سن 2 ونص. سن 2 ونص ما تكلمش وفي تاخر شديد، لا لازم ابتدي الجا لمتخصص من سن 2 ونص او 3 سنين. وتلجا لمتخصص يشوف بقى طفلها عنده ايه. شوف الحاله. تمام. طب ايه اسباب التاخر في الكلام عند الاطفال؟ الاسباب كتير جدا. في اسباب عضويه زي مثلا فقدان السمع، الطفل يكون مش سامع والام برده ما تعرفش. مرتبط بحاجه تانية مثلا. انا ما بسمعش، هتكلم ازاي؟ مش هعرف اتكلم. تمام. فانا بعمل حاجه اسمها مقياس سمع، ببتدي اول حاجه بنفكر فيها السبب العضوي، اشوف بيسمع ولا لا. لو ما بيسمعش هي العمليه بسيطه، يركب سماعه او يعمل زراعه قوقعه حسب حالته. وبعدين بعد كده بنأهله بقى، بنأهله تخاطبيا، بنعلمه الكلام ونزود له الحصيله اللغويه، نعلمه بقى من البدايه قطه بطه، بنبتدي بقى بالكلمات المفرده بالمراحل الاساسيه في اللغه. تمام. يعني استبعدنا العامل الطبي وبعد كده نستبعد العامل الطبي الاول اللي هو ما يكونش فيه حاجه عضويه. يحدد لنا بقى الطبيب. بعد كده نشوف العوامل الثانيه اللي تاثر عليه، زي مثلا ما يكونش عنده اصابه دماغيه، ما تعرضش لاصابه اثناء الولاده، في الشفاط بتاع اللي بيشفط الطفل الجنين. ممكن يتخبط دماغ الطفل، تبقى طريه جدا، يعمل اصابه دماغيه خلاص كده. مثلا اب او ام بيهسك ابنه ويبتدوا يرفعوا لفوق وهو لسه دماغه طريه، اول طريق خبط في حاجه خلاص، هي الحته دي بتبقى خلاص يعني طريه. حتى نلاحظ انها كلها بتبقى طريه اللي تقفل بالتدريج. أيوة. يعني كده وقع مثلا عليها جامد من على السرير فبتتاثر بسرعه على طول. طبعا. تقدم كان الطفل يكون طبيعي وتقدم ان هو يكون مش طبيعي. شلل دماغي، اعاقه عقليه، حسب زي ما قلت لك التلف بيبقى فين في المخ. تمام. فده كله بيأثر على الكلام، بيأثر على يعني بيأثر على الحركة، بيأثر على حسب هو التلف فين بالظبط. فاحنا في المخ. ده من ضمن الأسباب. في أسباب نفسية، إن مثلا الطفل يكون غيران من أخوه والغيرة زيادة، الأم مثلا مهتمية أكتر بالأخ وأهملته خالص. ما بقاش هو بقى اللي على الحجر والكلام ده. ممكن الخلافات الأسرية. في الاكتئاب الطفولي، يعني في طفل يوصل لمرحله الاكتئاب وانطواء. اكتئاب يعني اكتر من انطواء. انطواء دي مشكله عادي، انا ممكن اخليها تنفعل. لكن اكتئاب طفولي ده ممكن تخليه يسكت خالص، ده مرحله متاخره شويه، يخليه ممكن يرفض الكلام تماما بمزاجه. تمام. يعني بمزاجه يكون هو خلاص اتعلم الكلام. بس انا خلاص رفضته، انا عندي اكتئاب طفولي. دي العوامل النفسيه. في عوامل بيئيه زي الحرمان البيئي او الفقر البيئي، وده يعني من اشهر الحاجات، يمكن بيجي لي 60% في الجلسات ان هو حرمان او فقر بيئي. بمعنى يكون مثلا، بمعنى ان هو مثلا الطفل الاول في الاسره، الام ما بتخرجش الطفل وما فيش تفاعل اجتماعي اصلا، المعظم دلوقتي ما بقاش او خايفه عليه. مش حته خوف يعني، مفيش مثلا بنزور اقارب، بنزور اصدقاء، مش بتخرجوا، مفيش تفاعل، مفيش تفاعل، ما بيشوفش حد، ما بتخرجش، ما بتخرجش. والمعظم دلوقتي بقى كده. فعلا. ما بتخرجش، وحطاها قدام التلفزيون طول الوقت وهي مشغوله، الاب مشغول، هي في شغلها، الاب في شغله، او حتى لو هي مش بتشتغل بتبقى مشغوله، مش فاضيه له، ما بتتكلمش معاه تماما. فطبعا هياخد اللغه من مين؟ انا كطفل هياخد الكلام من مين؟ من الام اللي حواليا، من البيئه المحيطه. هو ده الفقر البيئي، مفيش بيئه مغذيه، بيتاثر نفسيا، بيتاثر جدا. او مثلا ان ازدواجيه اللغه،
ان الام بتتكلم مثلا بلغه والاب بلغه، بتحصل. فانا هاخد لغتي من مين؟ في اطفال بتبقى قدراتها عاليه بتقدر، لسه في مرحله التشكيل، لكن في اطفال بتتاثر بده. في بقى برضو اللي بتيجي كتير، بنشوفها كتير، ان يكون الاب والام مسافرين بلد عربيه او اجنبيه، البلد الاجنبيه دي بيكون مفيش حد بيتكلم بنفس لغته، فبنبقى برضو محبوسين، ولما بننزل ما بنلاقيش بنفس لغتنا، مجتمع غريب، ما بنكتسبهاش كويس. تمام. فده سبب اساسي ان يكون عندنا تاخر في اللغه. في اسباب تانية زي التوحد، الاوتيزم، الداون، فرط الحركه وتشتت الانتباه، كل دي اسباب تؤدي، يعني سبب اساسي ان يبقى اللغه متاخره في الاشكال دي عند الاطفال. طيب ليه بقى البنات بتتكلم اسرع من الصبيان؟ دي حاجه بتتقلدها كتير قوي، وسؤال هو ده اساسي. البنات ربنا خلقها كده، قدرات ده حتى على طول، حتى هم اما يكبروا برضه يعني. لا لا لا، ده انا بشر الولاده اقول لهم لا، هي مرحله الطفوله، هي في مرحله الطفوله بتبقى قوي باينه ان البنت بتمشي بدري، بتمشي قبله، بتتكلم قبل الولد معظم، يعني طبعا في فروق فرديه زي ما قلنا، في يعني بتلاقي حاجات كده طفرات، بس المعظم احنا بنتكلم على المعظم، هتلاقي سنين انت قبله، مشيت قبله، اتكلمت قبله، المستوى المهارات بتاعتها فعلا بتتفوق، بتتفوق عليه، حتى لو كان متفوق برضه بتبقى هي مميزه. بالظبط، عشان كده ما ينفعش نقارن بنت بولد في نفس العمر، احنا ما ينفعش نقارن بنت بولد، هي هتبقى مسابقاه، وده مرحلتها طبيعيه لان ربنا خلقها مسابقاه لحد ما مرحله الطفوله بتعدي وبتخلص. تمام. خلاص هو بيجيبها بقى. معانا مداخله تليفونيه. الاستاذ رمضان، الو الو. طيب ماشي، العمل ما يجي على الخط تاني. تمام. اتفضلي، في اسباب تانية ولا هو بس الطفل الولاد بقى تيجي مرحله الطفوله اما تخلص هو ممكن يتفوق بقى على البنات، مهاراته بقى بتعلى بعد مرحله الطفوله ما بتخلص، يعني ممكن يجيب البنت واكتر. تمام. بس هي فعلا البنت ربنا خلقها اسرع، ودي حاجه يعني من عند ربنا يعني. حاضر. الاستاذ رمضان كان بيقول في سؤاله وفصل الخط ان هو عنده اطفال 6 شهور وبيقعدوا قدام التلفزيون على طول. لا ده ممنوع. ايه اضرارها بقى؟ احنا لسه هنتكلم على الموضوع ده على فكره باستفاضه دلوقتي، الاطفال قدام التلفزيون. انا عايزه اقول ان الموضوع ده من اهم الاسباب والعمل، انا المراكز مليانه بسبب التلفزيون، انا كل المشاكل عندي بسبب التلفزيون. التلفزيون احنا الالكترونيات وخصوصا الفتره دي يعني، وفي جائحه كورونا مفيش حاجه قدامهم الا غلط. غلط يا جماعه، الكبير والصغير. بالظبط، والكبار النت والصغيرين التلفزيون. بص، الالكترونيات بصفه عموميه، الموبايل، التاب، التلفزيون، اللاب، كل الالكترونيات عندي غلط. مضره. الام والاب بيستسهلوا، يلا حط قدام التلفزيون عشان يسكت بقى وتشوف اللي وراها. بس صدقني انت في الاخر هتندم، انت في الاخر هتوديه المركز او الجلسه عندي هتبقى بتعيط انه ما بيتكلمش زي بقيه اصحابه. طبعا. التلفزيون عيبه ايه؟ ان هو مسيراته كتيره قوي، الوان كتير، الالوان طبعا، واصوات كتير، والكرتون بقى بيعملوه هم اصلا، بيعملوه بالحاجات دي عشان يجذب الطفل. في حاجات مدبلجه. انا كطفل اتعودت على مثير عالي، هتيجي اي مثير صغير مش هيجذبني، هرفضه. هتلاقي الام بتفضل تنادي على ابنها ده في الاول، ولا تحياتها لما انت تيجي تقول لي بنادي عليه ولا بيرد عليا، هو مش واخد باله اصلا، هي متعود على المثيرات الصاخبه. بالظبط، هي بالنسبه له مثير قليل، مش جذبه. انده لبكره. نيجي بعد كده في المدرسه، تيجي المس تشرح ولا مركز ولا منتبه، ليه؟ التلفزيون سحب الانتباه والتركيز كله لنفسه، اللي ابتدى انتباهنا يقل، ده بقى بيؤدي الى قله الانتباه، ونفضل نقول ابني مش بيركز، ابني مش بينتبه. فكل ده انا مش منتبه بسبب كتر الفرجه على التلفزيون، دي حاجه. تاني حاجه بيأثر على اللغه في ايه؟ احنا عندنا نوعين من اللغه، لغه استقباليه ولغه تعبيريه. اللغه الاستقباليه. على الخط يا جماعه. الو. تمام. استاذه ولاء معانا. الو. ايوه سلام عليكم. ايوه حضرتك، اهلا وسهلا. على ازاي احنا نقدر نمنع الاطفال من ان هي تتعامل مع الكمبيوتر على طول او على التليفون على طول، وان احنا يعني نعمل ايه البديل يعني؟ اطفال حضرتك كام سنه يا استاذه ولاء؟ عندي 13 و10. 13 و10. عندي 5. هم مشكلتهم قدام التلفزيون ولا النت؟ ما بيقوموش، لا ما بيقوموش من قدام الانترنت والتابلت والموبايل، كل وسائل الكترونيه. تمام، ارد على حضرتك. تمام، حاضر يا استاذه ولاء، تحياتي.
احنا ازاي نوقفهم ده؟ الاول انا في مرحله اسمها من الصغر التعود. انا تمام. بحط قواعد في البيت، انا بقول لكل ام حط أيوة. قواعدك في البيت، اسس اسس بالحب برده مش بالعافيه. احنا نتفق وهو يمضي ونعلقها على الحيطه كمان. يا حبيبي ده مديري ليك، اوريه فيديوهات عشان اقنعه. احنا نعمل وقت، احنا مش هنمنع خالص، هنعمل لك وقت معين اتفرج عليه الوقت المسموح لسنك، ونقسمه بقى مرتين في اليوم. احيانا بنعمل الوقت ده حضرتك وبنفشل. لا احنا بنفشل لان الوقت ده مش يعني ايه، مش مناسبني، انا عندي معرفش دلوقتي درس، انا عندي انترفيو، انا خارج الوقت. انا عندي تدريب، انا ما فتلاقيهم ايه ده ما بيستمرش كتير معاهم، ان احنا نحدد ساعه او ساعتين مثلا في اليوم. لا انا مش هحدد الساعه كم كذا، انا هحدد انا مثلا ليا ساعه في اليوم. تمام. اختارها اللي انت عايزه، عايز تقسم نص ساعه الصبح نص ساعه بالليل حسب وقتك. تمام. حسب الوقت اللي انت فاضي فيه، بس هي ساعه مش هتكتر. الساعه خلصت انا بظبط التايم الوقت. ساعه عشان... واحده يا جماعه، ساعه واحده. ده لا ده انا ده مش ساعه واحده لكله، انا بتكلم يعني ماكسيمم. انا على حسب على حسب طبعا. يعني على كل سن ليه وقته. انا خلص الوقت بتاعه اشد الفيشه، عيط، نوبه غضب، اسيبه خالص لغايه ما يتعود بعد كده. ما هو بيكون صعب في الاول، شهر مش مشكله، هتلاقيه اتعود. معانا اتصال تاني. الو، ايوه، مين معانا؟ الو الو، استاذه ريم. ايوه يا فندم. الو، طيب ماشي، لما يرجع الخط تاني تتصل. تمام. تاني يا استاذه ريم. تمام. يعني انا ما اقدرش احط حد بقى دلوقتي. لا لازم احط بالتدريج. بالتدريج من الصغر على فكره. من الصغر هترتاحي، من الكبر هتتعبي شويه، بس لازم تفهميه ولازم تحطي الحد. لازم نحط الحد. لازم اكون صارمه. بتقولي ايه البدائل؟ البدائل ان انا اشغل في حاجات تنميه مهارات، انزله. يا جماعه ما تحبسوش ولادكم في البيت، العبوا رياضه، تدريب رياضه. ابتدي ان انا اشترك له في انشطه، ابتدي اشوف مواهبه وانميها له، ادخله في حاجه هو بيحبها بيعملها في وقت. تمام. للمذاكره في نقسم اليوم اوقات، وايه والتلفزيون من ضمن الوقت مش طول الوقت. طيب هل مشاهده افلام الكرتون ومسلسلات الكرتون المدبلجه دي بنسب بتسبب اضرار للاطفال؟ طبعا. ما انا كنت لسه بكلمك ان هو اهو احنا عندنا اللغتين الاستقباليه والتعبيريه. اللغه كلها. الاستقباليه دي قدره الطفل انه يفهم، انه يفهم الحاجه. التعبيريه ان انا اعبر، ان انا اتكلم. طيب هو بيقعد قدام التلفزيون بيفهم، لكن بتوقف اللغه التعبيريه ما بيقدرش يعبر. فانا بفهم بس ما بعبرش، ومحدش بيكلمني، فببقى فاهم لكن مش بقدر اتكلم. ده بيؤدي لتاخر اللغه بسبب كده التلفزيون. الكرتون المدبلج او الكرتون الاجنبي بلغات كتير غير لغتي العاميه اللي انا محتاجه اتعلمها عشان اعرف اتعامل بيها، بيخلي الطفل يطلع يكلمني ازاي؟ نعم سيدي، اريد ان يا هيا بنفس نلعب. اللهجة. بنفس اللهجه. هتلاقيه بيتكلم كده بالظبط. انت هتخلطيه في المجتمع، هيقول كده للناس هتضحك عليه. حاضر حاضر يا جماعه، معنا اتصال. مؤمن، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي، تحت امرك، اتفضلي. معاكي الدكتوره. ازي حضرتك يا دكتوره؟ اتفضلي يا حبيبتي، اهلا بيكي. اتفضلي. معلش انا عندي ابني 5 سنين بيتحت في الكلام كتير قوي، يعني ما بعرفش ايه السبب. ايوه. وعندي اخت برضه صغيره زيه. انت بتزعقي فيه او بتضربيه؟ بيعصبني والله، بيكون غصب عني يعني. مش عملتي له حاله كده؟ هو 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 يعني في حاجه طرق عليه. اخته مش بزعق فيها خالص والله، بس ما بعرفش ليه يعني. ما هي اصغر، ما اخته اصغر. هو ممكن يكون اخته دي انت مهتمه بيها شويه؟ لا هما دايما او الصبيان اشقيه شويه اكتر كتير معايا كده، انا براعي لهم اكتر من هي مني هي يعني. تمام تمام. هرد عليك. هترد عليك. حاضر دكتور عبير. حاضر. هو دي اسمه التلعثم. التلعثم ده بيكون يعني ساعات بيبقى ملوش سبب، وساعات بيكون العامل نفسي. والمعظم بيبقى السبب جداً نفسي جدا. معظم الحالات. والطفل اللي بيجي له تلعثم سببه نفسي بيكون حساس جدا، ما بيكونش بيستحمل ولا ضرب ولا زعيق. احنا ممنوع الضرب والزعيق ده تماما في التربيه عندي، ممنوع تماما. في بدائل، في ان انا ما خصمك، ما بكلمكش، احرمه من المصروف. الاول اعمل معاه علاقه حلوه اللي بيحبها. يحبني الاول، اخليه يحبني كويس، بحيث لما اقول له انا زعلانه منك يفرق معاه. تمام. يعمل لي حساب. وصليني المرحله دي بالحب احسن من الضرب والزعيق.
تاني حاجة احنا عاوزين الاولاد تنزل متعلمة كل حاجة ما بتغلطش، لا خليكي مرنة علميه مش كل حاجة زهق وضرب، لانه نفسيته هتتأثر. تكون حاطة في بالها ان لا في سن معين مثلا يتعامل بيه. هو التلعثم قبل 6 سنين بيبقى تلعثم اولي، يعني بيخف وبيشفى لو اتعاملت معاه صح. بعد 6 سنين هو اللي بيبقى دائم شوية وبرضه بيختفي لحد ما لو عملنا له تمارين، بس اللي بيفضل طول العمر بعد 6 سنين. لا الحق بقى يا ام مؤمن صلحي الموضوع، هو 5 سنين تهتم بيه نفسيا اكتر من كده. وما تعلقش ان هو، ما تقولوش انت بتتكلم كده ليه، ما تخلوش ياخد باله تماما ان هو عنده مشكلة، يعني ما تحاوليش تخليه ياخد باله ان عنده مشكلة. تمام، تتعامل معاه بقى، تغير بقى، تبداي تغيري معاملتها، بتقول لك بيعصبني، مفيش غيره دلوقتي، ده سن صغير يعني، ده لازم ما تعملش غيره ما بين ممكن يكون غيران من اخته. تبتدي تحتويهم الاثنين زي بعض، تبتدي ان هي ما تعلقش، ما حدش خالص يعلق يقول له انت بتتكلم كده ليه، ولا كانكم سامعينه، عادي خليه بس ياخد نفس طويل قبل ما يتكلم. تمام. وهو بيخرج الزفير يتكلم. طيب في سن معين ان انا اخلي اولادي يقعدوا قدام التلفزيون بدون ما يسبب ده خطر عليهم؟ من امتى؟ بصي السن من اول بدايه من 3 سنين. من 3 سنين ابتدي ان انا ادي له وقت، الوقت بتاعه اللي هو بنضرب سنه في 6 في 6. انت عايزه تعرفي بس من 3 سنين. تمام، اضربي لي بقى السن في 6 هتعرفي بقى انت المفروض كام دقيقه تقعدي. يعني مثلا لو طفل 3 سنين هنبتدي من 3 سنين 3 في 6 ب 18، 18 دقيقه ده وقته في اليوم كله. طفل 6 سنين 6 في 6 ب 36 وقته 36 دقيقة، تظبطي التايم بتاعك على 36 دقيقة، تقسميهم بقى ربع ساعة الصبح ربع ساعة بالليل، مش فارق، نص ساعة على بعض مش فارق، بس ما ياخدش أكتر منهم. طيب احنا عاوزين نعرف بقى حضرتك تقدمي نصائح للأمهات عشان ايه تخلي بالها من أطفالها بقى. آخر تمام. حاجة أنا عاوزة بس أقول لكل أم قبل 3 سنين ما توريش ابنك التلفزيون تماما، ممنوع منعا باتا. يعني بنتي كده بتدمري عقله، بتدمري لغته. ده في امهات تسيبه قدام التلفزيون عشان الالوان وكده، تقول لك هو مبسوط، ده هو بيضحك. حرام حرام حرام. كان كتير. زمان ما فيش الامراض دي، كترت اول زمن ده بسبب الناس ما بتختلطش، الناس قافله على نفسها، قاعده بس على التلفزيونات والالكترونيات. هي لها ايجابياتها لكن ده عيوبها، لازم ناخد ايجابيات الحاجه ونسيب العيوب. تمام. الامراض دي كترت قوي بسبب كده، ابتدي ان انا اكلم ابني، ابتدي ان انا انتبه بدري لو اتاخر عن اقرانه، ابتدي اشوف العمر اللغوي بتاعه متاخر عن العمر الزمني بتاعه ولا لا، الجا لمتخصص لو انا مش قادره، ابتدي اكلمه كتير ما اسيبوش، ابتدي اعرفه عن كل حاجه في البيئه المحيطه، اقول له اشاركه جبت خيار وقوطه، ابتدي اقول له خيار قوطه. اي حاجه في البيئه اعرفها له. ابتدي اكلمه كتير واحكي له، هيتكلم، هو الطفل بيخزن. اعمل له شخصيه وهتلع. من البدايه اعمل له شخصيه، اعمل له حوار، اهتمام طبعا. ابتدي ان انا اعمل له تفاعل اجتماعي، العب رياضه، اخليه شخصيه يعني. تمام. في المجتمع اهتمام، انا اجيب طفل يعني اهتمام. فعلا في امهات بتحس ان اطفالها لما هم صغيرين دول ايه يعني مش في دماغها. طب انا خلفتهم ليه؟ خلفناهم ولا مش على اساس ان هو لما يكبر يبدا بقى ده مش فاهم، ده ما يعرفش حاجه، ده لا وتسيبه تهمله لغايه تقول لك لما يكبر بقى. انا دايما اقولها انت بنيتي من الاول الطوبه هتلاقي البيت. طب ما حطيتيش الاساس مش هتلاقي. خلاص يعني انا ازاي هبقى مستنيه يكبر يبقى حاجه او يبقى تمام ما عندوش مشاكل، وانا اصلا من الاساس ما حطيتش البناء، يعني ما تعبتش. تمام. ازاي بيكون تشخيص وتقييم الحاله اللي هي ايه في تاخر الكلام عند الطفل؟ بصي هو التشخيص بيبتدي على ان الاول دراسه الحاله، الاخصائي بيدرس الحاله كويس، بيعرف في مشاكل اثناء الحمل اثناء الولاده، ايه المشاكل اللي ادت التاخر اساسا. بيعمل بقى من خلال الاختبارات والمقاييس، ان انا ببتدي بقى اعمل له اختبارات ومقاييس اشوف التاخر ده قد ايه. يعني مثلا في اختبار للغه للدكتوره نهله الرفاعي معروف، الدكتور ابو حسيبه برضو، الاختبارين دول للغه بعرف بالظبط هو متاخر قد ايه. بعمل له اختبارات ذكاء، بشوف ذكائه لو هو محتاج، لو الحاجة مثلا تستدعي ان هو يروح لدكتور مخ واعصاب في البداية. يعني بتكون كده. الاسئلة كتيرة والموضوع جميل وموضوع حلو وشيق وكل الامهات مهتمة بيه طبعا ومهم، بس للأسف احنا فتحنا طبعا مداخلات وشفنا فوقت الحلقة خلص، وقت الفقرة. فاحنا بنشكر حضرتك، شرفتينا ونورتينا النهاردة وسعداء بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله نتجدد اللقاء مع حضرتك تاني مره تانيه في البرنامج. شكرا. بنشكر حضرتك دكتور عبير. شكرا لحضرتك. والى اللقاء.
في بعد الفاصل انتظرونا مع فقرة مواهب التانية من البرنامج، وفي الفاصل إن شاء الله في فيديو هيعرض للشيخ إسماعيل، تابعونا.